الأخوة والأخوات، إن دوركم في مرحلة البناء المقبلة لا يقل أهمية عن دور مؤسسات الدولة، فنحن جميعا مطالبون بأن نعلي قيمة الإيثار وإنكار الذات، فلا صوت سيعلو فوق صوت مصلحة الوطن، ويتعين أن تتضافر جهودنا جميعا. فالمرأة المصرية مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتساهم كما عهدناها مساهمة جادة وبناءة في مرحلتنا المقبلة، حتى وإن لم تكن امرأة عاملة. ولمن يقللون من دور المرأة غير العاملة أقول: أنتم لم تدركوا شيئا، لا من حكمة الخالق ولا من دور المرأة في حياتنا، فهي سر وجود المجتمع واستمراره ميلادا ونشأة وحياة. ولقد برهنت المرأة المصرية على وعيها السياسي ودورها الأساسي في المجتمع، واستلهمت روح مشاركتها الفعلة في ثورة 1919، فشاركت في ثورتين العظيمتين، ثم نزلت بكثافة سواء في الاستفتاء على الدستور أو في الانتخابات الرئاسية. ممكن ندي تحية للمرأة المصرية ولا لا؟ بصراحة تحية تقدير وإعجاب بدورها، وثقتي كاملة في أنها ستواصل عطائها وتصون دورها أما وأختا وزوجة وابنة، وستبذل جهودها مواطنة فاعلة في مرحلة البناء المقبلة. وأنني أعدها بأنني عرفانا بدورها الفاعل في المجتمع وانشغالها بهمومي، وتقديرا لدورها النشط أيضا في استحقاقاتنا الوطنية الأخيرة، سأبذل كل ما في وسعي لتحصل على نصيب عادل من التمثيل في مجلسنا النيابي المقبل وفي المناصب التنفيذية المختلفة.